الله أكبر الله أكبر طائرات الاحتلال الروسي تستهدف المكان الذي نحن فيه بثلاث غارات جوية الآن اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم المواقع هنا كما تشاهدون الآن منطقة مكتظة بالسكان المدنيين استهدفتها ميليشيات الاحتلال الروسي الآن بثلاث صواريخ لا حول ولا قوة إلا بالله حدا في شيء حدا في شيء جوا خلاص اخوي يلا اسرع كل يا اخوي كل يا اخوي نحن الان في مدينه اقمده في ريف الدرب الشمالي حيث قامت طائرات روسيه باستهداف منطقه السوق التجاري بالقرب من ساحه معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا اذا كما نشاهد فرق الدفاع المدني تعمل او تكافح على اطفاء الحرائق المندلعه جراء هذا الاستهداف حتى اللحظة لا توجد لدينا أي معلومات إذا ما كان هناك بقايا مدنيين لكن نؤكد بأن المنطقة المستهدفة هي منطقة مدنية بامتياز وتعتبر باب لسفر عدد كبير من سكان مدينة إدلب كما نشاهد يعني الجميع تذكر بأن المكان المستهدف هو عبارة عن شاحنات لنقل البضائع هذه المنطقة تعتبر منطقة تجارية وسريان تجاري لسكان إدلب شمال سوريا طبعا هذا الاستهداف يأتي بعد ساعات من استهداف قوات نظام القذائف المدفعية المستشفى الميداني في مدينة أتارب والذي أسفر عن التقاء خمسة مدنيين وإصابة عشرة آخرين معظمهم من الكادر الطبي. حسب مختار مدينة أتارب شمال أوكي. نفس ليكو 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 يا رب نفس 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 يا دي كاع نفس في معمل الغاز الله اكبر في معمل الغاز في معمل الغاز الله اكبر اجرالك اجرالك في معمل الغاز الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بردا وسلاما يا رب السلام عليكم شباب هاي الضربه هون ليك الغنم سيف الغنم ليك الغنم ليك الغنم السجن هاي الشباب كلها وصور غنم ليك ليك هاي الضربة طلع هاي سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله اتركني انت من الغنم تعال اقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بس تعال نزلك على المشفى ورجعك تعال حسبنا الله ونعم الوكيل ولك تعب رجعك لو انت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل التنفيذ الثاني السؤال الثالث الله اكبر الله اكبر نفذ على الاستراد الله اكبر الله اكبر نفذ على الاستراد الله اكبر الله اكبر